مباحث الغربية تعيد سيدة اختفت عن منزلها منذ أسبوع بالمحلة. خبر بيقول تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية بإشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية في كشف غموض اختفاء ربة منزل منذ أسبوع عن منزلها بقرية شبرا بابل مركز المحلة في ظروف غامضة، وتم تسليمها لأسرتها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وكانت قرية شبرا بابل مركز المحلة قد شهدت منذ الخميس الماضي تغيب ربة منزل عن منزلها في ظروف غامضة تاركة طفل وطفلة تدعى فاطمة عبد الكريم قشطة 25 سنة. قام والد المختفية وزوجها بتحرير محضر بتغيبها منذ الخميس الماضي يحمل رقم 7256 إداري مركز المحلة. وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطار من العميد عصام عوض مأمور مركز المحلة بتغيب ربة المنزل في ظروف غامضة عن منزلها وقيام الزوج والأب بتحرير محضر بالواقع. على الفور قرر تكليف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بتكليف الجهود للبحث عنها وتحديد سبب الاختفاء والعمل على عودتها لأسرتها. وفعلا تم تحديد مكانها إن هي كانت مختفية فيه ومتغيبة باستخدام التقنيات الحديثة وإعادتها مرة أخرى لأسرتها.